طيب ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ والنهارده جايين نتكلم عن مؤتمر ابل للاعلان عن الايفون 14 والايفون 14 بلس والبرو والبرو ماكس، وكمان ابل ووتشز جديده وايربودز جديده. اول حاجه ابل اتكلمت عنها هي 3 ابل ووتشز جداد، ابل ووتش سيريز 8 والابل ووتش اس اي والابل ووتش الترا. الابل ووتش سيريز 8 هي الابديت الطبيعي للابل ووتشز، والسنه دي جه فيها سنسورات جديده لقياس درجه حراره الجسم الانسان. واخيرا مش عارف بصراحه هل الفيتشرز دي هتكون موجوده شغاله معانا في الوطن العربي ولا لا، ولكن السيل بقت موجوده. بيقول لك يا سيدي كمان الابل ووتش سيريز 8 دي بقت بتاخد نسبه استحواذ اكبر للشاشه، والبطاريه ما زالت 18 ساعه بس. كمان بقى في باور سيفنج مود جديد بيخلي البطاريه دي تقعد 36 ساعه، دي حاجه حلوه بالنسبه للابل ووتش. في ساعات كتير تاني بتعدي الرقم ده بكتير، ولكن بالنسبه للابل ووتش الموضوع ده ممتاز جدا. بقول لك يا سيدي ان في بعض السترابس الجديده للساعه دي هتيجي بثلاث الوان ستانلسيل واربع الوان الومنيوم. الساعه تبدا من $400 لنسخه الواي فاي و $500 لنسخه ال تي. نتكلم بقى عن الابل ووتش سيريز اس اي الجيل الثاني. الابل ما قالتش عنها حاجه غير ان هي ب $250 بس، ساعه ب $250. دلوقتي نتكلم عن الجيل الجديد كليا من الابل ووتش، الابل ووتش الترا. والاول مره في تاريخ ابل تظهر هذه الساعه السفاحه الغاليه في كل شيء. الساعه دي يا جماعه رهيب. الساعه دي بتيجي مصنوعه بالكامل من التيتانيوم، الفريم وكل حاجه من التيتانيوم، والشاشه من السافاير جلاس. كمان في حواف دلوقتي للووتش عشان لما تقع ما يحصلش اي كسور ولا اي حاجه، لان الديزاين هنا جديد. الساعه دي فلات كليا، ما فيش ايدجز، ما فيش اي حاجه. الساعه دي هتكون اول ساعه ذكيه فيها ستيريو سبيكرز، سماعتين في الابل ووتش يا جماعه، دي حاجه جامده جدا. وثلاث مايكروفونات ستيديو مايكروفونز، مش عارف هتعمل ايه، هتسجل ايه بالابل ووتش. بس الابل ووتش الترا بتيجي مع نسخه واحده ال تي اي، وبتيجي مع ابلكيشن جديد للغطس. ابل كانت مسميها اسم غريب بصراحه مش جاي على بالي دلوقتي. الابلكيشن دوت فيه انماط جديده مخصصه للغطس، والابل ووتش الترا بتيجي ب $800 على ساعه يا جماعه. نتكلم بعد كده عن الايربودز برو 2 بشريحه الاتش 2 من ابل، بروسيسور جديد كليا للايربودز بتحسينات كبيره في الديستوشن. بيقول لك ان هنا في درايفرز جديده للصوت مع لو ديستوشن، ووضع الشفافيه الترانسبيرنسي مود بقى دايناميك دلوقتي، بقى يقدر يكنسل لك مثلا الاصوات العاليه ويدخل لك الاصوات المحيطه بيك بس، ودي حاجه جامده جدا جدا جدا. حابب بصراحه اجرب الايربودز برو 2، انا من عشاق الصوت ومبسوط جدا ان ابل بتقول لك انك بتاخد احسن صوت في الحجم ده، مفيش حد تاني بيقدم صوت زي كده في الحجم بتاع السماعه ده، ودي حاجه كبيره بصراحه. الجديد كمان في الايربودز برو ان بقى فيه تاتش كنترولز، تقدر تسحب لفوق عشان تعلي على السماعه، تسحب لتحت عشان توطي، دي حاجه موجوده في سماعات كتير ولكن اول مره نشوفها في ايربودز. وكمان عندنا نفس طريقه التحكم القديمه. كمان في الايربودز برو بقى فيه بيلت ان اير تاجز، عارفين الاير تاجز بتاعت ابل، بقت موجود اي الكيس نفسه بقى فيه سماعه تقدر تشغل تستصدر الصوت منها او تشغل صوت منها عشان تشوف السماعه مكانها فين او الكلام ده كله، دي برضه حاجه جامده. الايربودز برو بتبدا من 200 او مش بتبدا، هي ب $250. الجيل اللي فات كان ب 280، الجيل ده ب 250، معنى كده الجيل اللي فات هيرخص شويتين 3 4. دلوقتي حان الوقت لنتحدث عن الايفون. الايفون 14 والايفون 14 بلس هما دول الموديلات اللي ابل بدات الكلام عنهم. وخليني اقول لك ان مفيش حاجه جديده يعتبر كتير في الايفون 14 وال14 بلس، بس نفس بروسيسور A15 بتاع السنه اللي فاتت، نفس البروسيسور بس نسخه البرو، النسخه اللي كانت في البرو والبرو ماكس بس. ليه؟ نفس الشاشه القديمه 60 هرتز، نفس كل حاجه، نفس النوتش القديمه. هو بس الجديد السنه دي انك تقدر تتصل بالاقمار الصناعيه من الايفون، وبقى في كاميرا سيلفي جديده محسنه اكتر، بس ما اظنش ان ده كافي. ابل بس بتقول ان الايفون 14 بلس بيديك افضل عمر بطاريه على اي ايفون على الاطلاق، ودي حاجه كبيره لان الايفون 13 برو ماكس كان بيديك عمر بطاريه مذهل. بس ال14 وال14 بلس دي موبايلات مستفزه، اوعى تشتري ال14 او ال14 بلس $800 في موبايلات معمول لها يعتبر اعاده تدوير. ليه؟ خلوا ال13 وال13 برو موجودين ونزلوا اسعارهم. لكن تعمل لي صحيح في موضوع الاقمار الصناعيه، بس ابل بتقول ان موضوع الاتصال بالاقمار الصناعيه ده
يكون محصور للطوارئ بس، حتى الاوبشن اسمه emergency via satellite. طبعا بقى في شاشه للاعداد عشان توجهك ازاي تحرك موبايلك يمين وشمال. على فكره الميزه دي جامده قوي، وزمان عشان تتوصل موبايلك للاقمار الصناعيه او قبل الايفون 14 كنت بتشتري اجهزه ب $1000 مينيمم، وفي نفس الوقت الدقيقه ولا الرساله بالبتاع ده ب $50-$60. دي حاجه جامده جدا ان هي تضاف للايفون، ولكن هل ده تغيير كافي؟ لكن ابل دلوقتي بتقول لك ان في كاميرا سيلفي جديده في الايفون 14 وال 14 بلس، كاميرا فيها اوتو فوكس، كاميرا سيلفي اوتو فوكس اول مره نشوفها على الايفون، حاجه ممتازه جدا. بس ستيل نفس كاميرات ال 13 برو وال 13 برو ماكس ال 12 ميجا. الايفون 14 العادي هيبدا من $800 وال 14 بلس هيبدا من $900، والايفون 14 العادي هيتوفر يوم 16 سبتمبر يعني بعد حوالي اسبوع من دلوقتي، والايفون 14 بلس هيتوفر يوم 7 اكتوبر. بالمناسبه الايربودز 2 برو او برو 2 انا ما اعرفش هيسموها ايه يعني ايا كان، هتتوفر يوم 23 سبتمبر، والابل واتش كذلك يوم 23 سبتمبر، الابل واتش الترا والسيريز ايه هتتوفر يوم 16 سبتمبر. نيجي بقى لاكبر تغيير في تاريخ الايفون، الايفون 14 برو والايفون 14 برو ماكس. ابل بجد عملت عظمه بجد السنه دي. الايفون 14 برو وال14 برو ماكس عكس ال14 العادي وال14 بلس، احنا كل سنه كنا بنقول ايه القرف ده قبل وبنتريق على الايفونات وبتاع، لكن زي ما قلنا ان الايفون 14 وال14 بلس موبايلات ما تستاهلش، ال14 برو وال14 برو ماكس يستاهلوا لدرجه ان ممكن ارشحهم على حساب موبايلات اندرويد تاني. الايفون 14 برو وال14 برو ماكس بيجوا واخيرا ديزاين جديد للنوتش، اختفت النوتش التقليديه بقى فيه شيب كده. الفكره بقى ان النوتش دي بقت انتراكتيف، منطقه قابله للتفاعل. النوتش بقت زرار يا جماعه، النوتش بقت حرفيا تقدر تدوس عليها، منطقه ملهاش علاقه في الشاشه تقدر تدوس عليها. لو عندك مثلا اشعار او حاجه بقى بيقدر يخلي النوتش دي تتوسع ويبقى الاشعار ده جاي في المنطقه الشيب اللي فوق دي وتقدر تتفاعل معاه من المنطقه دي. دي اول مره نشوف حاجه كده على اي موبايل في الحياه او اي جهاز اصلا. انت حرفيا حاجه شبيهه بالتاتش بار مثلا بتاع الماك ولا حاجه زي كده، ومنطقه قابله للتوسيع. تخيل انك بتضغط على حاجه اصلا بره الشاشه كانك بتضغط على زر. يا سلام بقى لو كانوا حطوا مثلا حته هابتك انجن كده صغيره، بس طبعا مستحيل. ابل كمان بتقول ان هم خافوا البروكسيميتي سنسور تحت الشاشه زي موبايلات اندرويد كلها دلوقتي، وبيستخدموا نفس كاميرا السيلفي الجديده الموجوده في الايفون 14 والايفون 14 بلس، ولكن مع شاشه خارقه، شاشه ال تي بي او بتوصل من 1 ل 120 هرتز، شاشه بتدعم سطوع لحد 2000 نتس. 2000 ده رقم يعني، دي احسن شاشه موبايل في العالم، دي احسن شاشه موبايل في الحياه. كمان بسبب الشاشه الجديده دي واخيرا بقى في اولويز اون ديسبلاي في الايفون. الحمد لله على السلامه، الحمد لله على السلامه يا ابل، الحمد لله على السلامه. لا 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 لا، الاولويز اون ديسبلاي الموجوده في اندرويد من 2016 بعد 7 سنين من التعب والعناء، ويعني مش خلاص بقى في اولويز اون ديسبلاي في الايفون. لكن بصراحه خلينا نكون ايجابيين، هو فيتشر مرحب واوبشن لذيذ. الايفون 14 برو وال14 برو ماكس بيجوا باكبر تغيير في تاريخ كاميرات الايفون على الاطلاق. الايفون بقى بيستخدم سنسور 48 ميجا بكسل كسنسور اساسي، وتخلى عن ال12 ميجا السنسور اللي كان موجود من ايام الايفون، من زمان جدا، من ايام الايفون 11 والايفون 12 والايفون اكس اس ماكس. الرقم ال12 ميجا بكسل ده موجود من زمان جدا في الايفون، دلوقتي بقى عندك سنسور 48 ميجا بكسل. السنسور ده اكبر 65% من الايفون 13 برو ماكس، 65. ازاي انا يعني الرقم ده ضخم. كمان ابل بتقول ان اوضاع الاضاءه المنخفضه في الايفون بقت احسن مرتين من ال13 برو والبرو ماكس. على فكره دي ابجريد خطيره. كمان ابل بتقول ان الزوم بقى احسن، بقى عندهم موضع 2x زوم مش 3x بس زي الاول. وال2x زوم هنا كنت مفكره في الاول بيتعمل باستخدام كاميرا زوم جديده، ولكن هو بيتعمل هنا ديجيتال. وقبل بتقول ان الديجيتال اكس زوم هنا ان الديجيتال وقبل بتقول ان الديجيتال زوم هنا احسن من الاوبتيكال زوم ال 3 اكس حرفيا اللي كان في ال 13 برو وال 13 برو ماكس، لان هو السنسور الاساسي كبير فبياخد الصوره دي منه. ما زال عندنا برضو وضع ال 3 اكس الاوبتيكال القديم، وبرضو بقى احسن بسبب الطريقه الجديده لمعالجه الصور. الايفون 14 برو وال14 برو ماكس بيجوا ببروسيسور جديد الابل A16 بتقنيه تصنيع ال4 نانومتر اللي بتستخدمها ابل لاول مره بالتعاون مع TSMC. في المناسبه مش اول حد ابل عمل 4 نانومتر، ولكن ابل بتقول ان الشريحه دي اسرع من المنافسه
15%. أنا مش عارف يعني هي أسرع من المنافسة 15% ولا بقولك 40% كمان. أبل بس وسعت منهم شوية في الإيفنت, بتقولك إن الـ A13 اللي في الآيفون 11 أسرع من أسرع بروسيسور موجود دلوقتي. الكلام ده مش صح, في بروسيسور أوريدي أحسن من الـ A15 أصلا بتاع السنة اللي فاتت لما حاطينه في الآيفونز بتاعة الفقرة اللي بتبدأ من 800 دولار فقرة. ها خلي بالك, انت راجل فقير حتى تروح تجيب, لا انت خلي لك انت ب 800. الغني بقى بتاع الاسعار اللي جايه اللي هي برده مش اغلى كتير بالمناسبه. البروسيسور الجديد اللي في الايفون 14 برو وال 14 برو ماكس بقى فيه 6 كور سي بي يو جداد بيوفروا طاقه بنسبه 20% اكتر, وفي برده 5 كورز جي بي يو جداد, وفي ديسبلاي انجن. ديسبلاي انجن ده هو اللي بيتحكم في الاولز اون ديسبلاي وبيتحكم في الريفرش ريت ال تي بي او الجديد, وبرده عندك 16 كور بتوع المير انجن التعلم الالي والكلام ده كله. الايفون 14 برو وال 14 برو ماكس قبل بتقول ان هما بيجوا باول دي باتري, وبتقول ان هما بيجوا ب 23 ساعه للبرو 29 ساعه للبرو ماكس من وقت تشغيل الكلي. على فكره ده اكتر ساعه من ال 13 برو وال 13 برو ماكس. انا مبسوط بهذا, يعني الايفون 13 برو وال 13 برو ماكس, ال 13 برو ماكس معايا كان بطاريته خارقه. الايفون 14 برو وال 14 برو ماكس بيجوا بتحسينات في الفيديو تتمثل في وضع اسمه اكشن مود. الاكشن مود ده بيخليك مثلا حرفيا انت بتجري وانت بتصور والموبايل ستابلايزد وثابت وكل حاجه. الوضع ده كان موجود في البيكسل ولكن دلوقتي بقى موجود اخيرا في الايفون. الايفون 14 برو وال 14 برو ماكس دلوقتي بقوا بيقدروا يصوروا 4K سينيماتيك فيديو بالسينيماتيك مود, كمان 4K 30 فريم و24 فريم. 4K 24 فريم زي بتاع الافلام اللي بجد والسينما عشان تقدر تعمل مشاهد سينمائيه حقيقيه. سعر الايفون 14 برو 1000 دولار الحمد لله مغليش زي ما كان مشاعب كده, وال 14 برو ماكس ب 1100 دولار برضو مغليش. الموبايلين هيتوفروا يوم 16 سبتمبر, وبكده يبقى كل الايفونات هتتوفر يوم 16 سبتمبر ما عدا البلس هو اللي هيتأجل ليوم 7 اكتوبر. كل الايفونات السنه دي في امريكا هتيجي من غير منفذ شريحه, شالوا السيم تري. فلو انت هتشتري الايفون من امريكا وانت في دوله مش بتدعم الاي سيم, خلي بالك اوعى تشتري ايفون من امريكا, لان كل موديلات الايفون السنه دي في امريكا هتكون من غير سيم تري. ده كان ملخص قبل للاعلان عن منتجاتها الجديده, الايفون 14, ايفون 14 بلس والبرو والبرو ماكس, الابل ووتش سيريز 8, ابل ووتش اس اي, ابل ووتش الترا, ايربودز برو 2. ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب للقناة, فعلوا زرار الإشعارات عشان يجيلكم كل الفيديوهات الجديدة أول بأول, وبرضو ما تنساش في التعليقات تقولي رأيك في منتجات أبل الجديدة. شوفكم إن شاء الله الفيديو الجاي. سلام.